أول حاجة مرحبا بك في اليوم معنا في المغرب اللي هو بلادك الثاني. وكيفاش أول حاجة تلقيتي الدعوة ديال هذا الحفل الخيري؟ بيان سور أنا دائما متواجد في المغرب وعلى دراية بوشاوي صراف هكذا، دونك كيوجهوا لي الدعوة ما كانش ممكن باش نرفض هذه الدعوة كما هذه حاجة فيها الخير. يعني قادر ممكن نشوفوك في حفلات اخرين وفي اعمال خيريه يعني في المغرب؟ بيان سور العمل الخيري هو كانسان قبل ما نكون فنان، الانسان توجور يكون محب للخير. ديما كنشوفوك انك تشجع يعني التوحد والاخوه ما بين الشعب الجزائري والشعب المغربي. عندنا الشعار اللي نتمشاو به انه احنا شعب واحد واخوه اللي كاينه بيناتنا ما كانش كاع في العالم. قادر شنو تتمنى لياسين وسهام والابن ديالهم جاد؟ ان شاء الله ربي يكبر في عزهم هذا الابن تاعهم، ونتمنى لهم ان شاء الله يفتح لهم ربي ابواب وافاق جديده ان شاء الله. قادر ربنا نتعرفوا اكثر على الجديد ديالك. الجديد ان شاء الله بعد رمضان ان شاء الله راح يخرجوا تروا سينجل.